الكثير منا مولعون بالأفلام والمسلسلات الهندية ويستمتع بمشاهدة رقصاتهم الجميلة، لكننا لا نعرف الكثير عن مناسباتهم الدينية وحضارتهم، لذا حلت اليوم قناة العراقية ضيفة عليهم لنتعرف أكثر على حضارتهم، فابقوا معي. طقطقة العصي الملونة مع قرع الطبول وحركات دائرية حول تمثال صغير في المنتصف شكلت لوحة جميلة قد يفهمها الرأي أنها مجرد رقصة عادية، لكنها في حقيقة الأمر عبارة عن رموز تحمل الكثير من المعاني الدينية يحتفل بها المجتمع الهندي في ولاية كاليفورنيا سنوياً ولمدة 9 أيام في مهرجان كبير يسمى بمهرجان غربا. نقوم بهذه الاحتفالية لنعرف المجتمع الأمريكي عن حضارتنا، فهي مناسبة مهمة من الناحية الدينية وفرصة مناسبة لتجتمع بها العوائل الهندية لتوريث تقاليدنا للأجيال القادمة. ورقصات الخاصة بهذا المهرجان عديدة، لكن أشهرها هي رقصة العصي. لمهرجان غربا قدسية دينية مرتبطة بآلهة الخير لدى الهنود، أو كما يسمونها بدرغا، التي تمنح الطاقة الإيجابية للبشر وتنتصر على قوى الشر. وسمي المهرجان بغربا نسبة لرقصتي غربا ودانديا، فالحركات الدائرية لأيديهم وأقدامهم تمثل دورة الحياة، أما استخدام العصي الملونة في الرقص فهو يمثل قصة حب خالدة بين الآلهة كريشنا ورادها كما هو مذكور في أساطيرهم. أصل هذه الرقصة يعود لأصول تاريخية قديمة، عندما كان الإله كريشنا يرقص مع الآلهة رادا لتجسيد قصة حبهما، لذا تلاحظين أن الصغار والكبار هنا يمسكون بعصي ملونة تخليدا لحبهما. أنا أقرع الطبول مع زملائي في الفرقة، والجميع في هذه المناسبة يرتدي الأزياء الفلكلورية الخاصة بهذه المناسبة والتي تكون مفعمة بألوان زاهية وجميلة. اللوحات والإكسسوارات الهندية المعروفة بتصاميمها النادرة والمميزة كانت لها حصة أيضاً، حيث تم عرضها في المناسبة كفرصة لتشجيع الحاضرين على الاستمرار في ارتداء كل ما يميز حضارتهم عن غيرها. أنتظر هذه المناسبة سنوياً بلهفة كبيرة لأنني دائمة الشوق لبلدي وتقاليدي وارتداء زينا الهندي. جئت مع زميلتي لأستمتع برؤية حضارتي الهندية الجميلة وما تحمله من معان ورموز مثيرة للاهتمام، ولا أتصور أنها ستكون مشاركتي الأخيرة لأنني فعلا استمتعت بالحضور. أشارك في هذا المهرجان سنوياً لأنه يعني الكثير بالنسبة لنا، كما أني مولعة بهذه المناسبة منذ كنت صغيرة، ولرقصة غربا أهمية كبيرة ولها الكثير من التفسيرات، فحركتنا الدائرية هذه تمثل حركة الجنين في رحم أمه. مهما اختلفت الحضارات وتنوعت، يبقى هدف كل منها هو المحافظة على موروثاتها وتقاليدها الدينية. لصباح العراقية، إيفون يؤاش، كاليفورنيا.